أنور بيك، بس ثانية بدنا توقيع حضرتك. طيب قلم إذا بتريد. طبعا تفضل أستاذ. ليكي خلص بعدين بوقعه. طيب أنور بيك. حضرة الممرضة، ها؟ شو عم بتدوري على مكان الإسعاف عنا؟ لا أنا كنت عم دور عليك بصراحة. ليش حاطين اسم صارتي بمكان عالي؟ إلي ساعتين بدور عليه وما كنت لاقيه. أنت نسيت تاخذ التحاليل وكرمال ما تتعب حالك جبت لك ياهن. يلا بسرعة تشكرني. أنا بدي أتشكرك بس بدي أقول لك شغلة. آسف كتير لأني عذبتك معي بهالموضوع، بس عن جد أنا مبسوط بشوفتك. ليش؟ بدك يعني إيز ضغط أو علق سيروم صاير شي لحدا الكلمنا؟ لا ما في هيك شي، بس انت بالنسبة لي منبع طاقة ايجابية متنقل. بس بدي اقول لك شغلة، ما في تروحي قبل ما نتغدى ونشرب فنجان قهوة سوا، اوكي؟ شكرا، بس انا اكلت شي شبرك قبل ما اجي، وهلأ موعد حياة نروح نشرب قهوة. يلا بعدين بنطلع. سلام. لا مو ممكن، لانه هي مؤسسة شغل مهمة وحياة خانهم ضمن ساعات الدوام الرسمية، ولهيك صعب تطلع. اصلا انا رح شوفها 10 دقايق بس، ما انا قصة ما رح اطلع عن الشغل. مستحيل هالشي. بقول لها مرحبا من الباب. في حجرة؟ في شي حجرة؟ حدا يجيب لي حجرة مشان اشلفها على شباك البنت تطلع تورجيني خلقتها الحلوة شوي. شو هالشركة والشغل؟ انتو كيف بتشغلوا البشر هيك؟ انا ما فيني اشوف وش رفيقتي حتى ولو كم دقيقة. هاي سخافة اسمها. يا عيب الشوم انور. تفضل. مو معقول قديش بحب العب باعصابك، شو اعمل يعني؟ يعني اذا حضرتك بتنبسط كتير وبتتسلى هيك ما عندي مشكله، العب باعصابي ونرفزني انا ما بقول لا، بس مو دائما. اوعك تاخذ وش. ليكي انا متضايق كتير. ليش؟ لانه اليوم اخر يوم الي هون بالشركه، ولازم بكره اتواجد بماليزيا كرمال الفروع يلي رح ينفتح جديد. ما كنت متوقعه. روق، بس بتصير بتبعت لي مكاتيب ومسجات مو هيك؟ بصير، بس ما بتعطي نفس التأثير. مظبوط ما بتعطي. روق ما تفكر بالقصة كتير. بصراحة أنا كتير محروق قلبي على أولادي، صدقيني ما بعرف كيف بدي بعد عنه. أنت عندك أولاد صغار؟ متجوز يعني؟ لا يعني هلأ مو متزوج، لأنه طلقنا من 3 سنين. كل الدنيا بكفة وأولادي حبايبي بالكفة الثانية. وعندك أولاد كتير؟ 3 بس. تينكي وينكي، لالا، وفيبو. ناقص ديبتي. على فكرة هذا الشيء ما بيضحك، فكر دمك خفيف. حكينا بموضوع الأعصاب ومشان هيك طلعت لي بهالقصة اللي بتضحك، ما هيك؟ آسف أسيل، عن جد آسف كتير، بس ملامح وشك لما قلتلك إنه عندي 3 أولاد تغيروا، يعني ما كنت متوقع هالشيء. روقينا بقى شوي. هاي هي الشوروم أسيل، إذا بتحبي تمشي فيها وتسلي شوي لأنه أنا بدي وقع على شوية أوراق، وبعدين بنشرب قهوة وبعدها بتشوفي حياة، تمام؟ اتفقنا.